يعني ان شاء الله قريب ممكن يا كابتن جارم نشوف ان شاء الله الفريق الاول من نادي الاتحاد السكندري فيه لعيبه من ولاد النادي، خاصه ان حضرتك اسم كبير وشغال دلوقتي في البراعم. ده وعد من جمهور اسكندريه ان شاء الله في خلال 3 سنين او 4 سنين هتسمع بيقول لك اللعيب الفلاني ده اعاره من نادي الاتحاد لنادي المقاولين بلاش الاهلي طبعا لان انتوا سباقين في الناشئين. وعد ان شاء الله، لان الموارد الماليه كابتن بتاعت الانديه الشعبيه بتعاني، فما تقدرش انت تجيب لعيب النهارده ب 20 مليون منين؟ اديني انا 2 3 مليون اطلع لك 20 لعيب درجه اولى. اخر بطوله اخذها الاتحاد السكندري كانت 76، يعني بقى لنا 44 سنه اكثر من 40 سنه اسكندريه ما فرحش. نفسنا بقى تبقى في نجمه سبعه هنا ان شاء الله. الله باذن الله يا رب. اتفضل لب ابيض. اتفضل يا كابتن. ماشي يا كابتن. ماشي يا كابتن جارب. شكرا 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 يا احمر بقى عشان الاهل. ايوه احنا طيب احنا خدنا السوداني اهو. الاحمر اهو. فين الاحمر عشان الاهلي؟ اهو الاحمر عشان الاهلي. ماشي. مفيش عندك لب اخضر عشان الاتحاد؟ لا مفيش لب اخضر. تعمل لك لب اخضر المره الجايه. ماشي. مبارك. ايوه تدينا عشان اصطاد. يلا الصنارة. باص حتى الصنارة تشجع الاتحاد. اخضر ما اتحاداوي واهلاوي. كل جمهور اسكندريه اهلاوي واتحاداوي. تفتكر جيل الكابتن جريم؟ لا ليه بس يا عم؟ انت مواليد كام؟ لسه صغير. لا 81. انت لسه صغير. طيب ما 81. بص مسكت لك سمك اهي. ايه رايك؟ لا بتحب الصيد يا كابتن جارم؟ مفيش اسكندراني ما بيحبش الصيد. والله والله. انت ما خدتش بالك ان البوصه دي خضراء؟ خضراء تحدويه. السوداني طالع احمر والبوصه خضراء. يلا سمكه اهي. سمكه؟ الصيد ده رزق. رزق طبعا. رزق وفن. لو صبر وقعد قدام البحر. وفن. خلي بالك برضه. اكيد. ده انت عارف تتعامل كويس قوي. لا ما تخافش انا بصطاد. باجي هنا في اسكندريه على طول اقعد والله ومعايا الصناره بتاعتي وتلاقيني بقعد اصطاد. يلا خد يا بطل. شكرا. الف شكر.